هل ده مستفيد من دروس الجيتار مع يوسف لايف؟ ادعمني باللايك وهيا بنا للتعلم. يا أسطى معكم حبايب، نتمنى تكونوا بخير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو. اليوم غادي نديرو أغنية ديال عمرو دياب ديال العالم أو المهم غادي نعطيكم بنوطات سهلة ما فيها لا بار لا والو، ولكن رفع إذا ما بغيتيش أنت ترفع الباري غادي تشدها بحال هكا. أنا غادي نشدها بحال هكا فهمتي، أنا مولفة بحال هكا. المهم أنا لو وصلت هكا أنت عارف شد الفا لي كتشد نتاع عجيب. المهم الأغنية مناش كتكون، تتكون عندنا من الله فهمتي. الأغنية نورمالمون خصك تلعبها باري واش فهمتي، ولكن إذا تلعبها أنايا أش بنقوليك غتعطيك صوت قريب قرايبي اللي بتاع باري تطلع حلوة وحسن. المهم انا اجي معلومة، المهم ادنا الله اللي هو هدف الثاني، هدف الرابع وهدف الثالث كان صال، هدف السادس وهدف الخامس وهدف الاولاني كان الفا اللي هو هدا هنايا وهدا هنايا وهدا هنا وهدا هنا، هذا الثاني هذا الثالث هذا الخامس وهذا الرابع فهمتي. انا كنشد بحال هكا صامر كتدخل الريف واحد القنت. المهم غنعطيكم باش نعاود نوريكم فين تضطفو، كاين الري هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، كاين المي ماجور هذا في الثالث هذا في الخامس هذا في الرابع. بالنسبة للري متى دخلت الروفران الأغنية كتقسم، في الأول كان تكون غادي بحال هكا تلعب رومبا جبان تلعب رومبا واجي مع الأغنية واحد لو كنتي هكا بغيتي تقسم هاد التقسيمة هادي ما بغيتيش غادي تلعبو لا الفا من بعد صوت قافية. المهم انا محات ما عرفتش الكلمات ولكن نشوفو حاولش مزيان باش جبتها اكزاكت ولا لا، ولكن المهم النوطة راه اكزاكت. المهم في الاول كتدخل بديك الله وكتقول ديك تندخلو بحال ما كتنجرو تنضربو عاد تنهضرو الى عالم الله تنضربو عاد تنهضرو الى عالم الله يلي قلبو سهلة فيها الله فا يلي قلبي وروحي دابو فيه الله وفا فا فا بكامل صول فا مي ماجور إن عالم الله قدي إيه يلي قلبي وروحي دابو فيه. المهم الفا إلا عرفتيش تدخلها ما عرفتيش دير مي ماجور كي درت دابا في هاد الأخر يعني إلى عالم الله قدي إيه يلي قلبي وروحي دابو فيه صامر بلا ما تخرج على الفا هكا جات مزيان نتاعي مليح جات بالله والفا صول مي ماجور هادي تدخل هادو دخلات الخوت نتاع الأسميت نتاع من غير الفران نتاع البارول فهمتي الرئيسي الله ما كيتبتلوش ديما الله فا
فا صول تدخل ديريكت مي ماجور ما تدخل لا فا الاول بعض المرات كتجي ديك لا سميتو تلبي تدخل فا ولكن الا جات كالكم قادة ما تدخل لا فا الاول فين كتدخل تنظن الا بنا هنايا ضروري غادي ندخلها باش تعطي واحد اللمسة ولكن هنايا دخل ديريكت لا فا صول مي ماجور هادشي بالدخله بالنسبة ل كتجي بحال هكا المهم غنعاودها باش نمشيو شوف هذيك يا اللي عيون دوبتني في كل فيلم ماجور فاش كانوا يقولوا دابو في يا العيون دوبتني والله ديك الله هي اللي جابها في فيلم في والله هما ديك يا اللي عيون دوبتني كل هي فيلم ماجور المهم تنسالي وانا يا مثلا الله قد ايه اللي بقلبي دوبتني الله 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 اللي بيا يعلم الله هنا تنجرجيك يا العيون دوبتني الله 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 رومبا فهمتي الله انت غادي تفهمي غير هكا تفهم دابو في العيون دوبتني الله 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 اللي بيا يعلم الله هنا الخوت فين قلت لكم بدا تدخل الري باش كنوصلوا للفا تنديروا فيها نص نص ديال الطون ديال الفراب نصو ونصو الاخر في الري ماجور مش الطون عاد كنقفلوا هنا كنديروا فراب كامل دابا هنا في فاسميتو في الرفره نتاع الله هنا فراب كامل هنا فراب كامل هنا نص هنا نص هنا فراب كامل يا العيون دوبتني الله 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 اللي بيا يعلم الله يا العيون دوبتني الله 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 اللي بيا يعلم الله انتقل لكم الفراب الاقصى درجة ممكن هانتوما بسيط وسهل اتمنى ان اكون شرحته بطريقه بسيطه يلا اخوي بيس لكم